مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هدنا ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة خاصة بطرق بسيطة لتخفيض حرارة جسم الأرنب، خصوصا في الموجة ديال الحر اللي احنا كنمروا بها. اذا يعني الطرق الطبيعية وهي معروفة، يعني اللي ممكن ان تخفض الحرارة ديال الجسم ديال الارنب، ممكن انها تخفض له الحراره ما بين 2 درجات حتى 5 درجات. اشنا هي؟ وهي واحد الخلطه معروفه، هذه كاع الناس القدامى كيديروها، الجداد ديالنا كيديروها، وهي البصله والثومه. هاد المكونين راهم يعني جد جد فعال بالنسبه يعني لهاد التربيه ديال الارانب. يعني ممكن انكم تخلطوهم في واحد الخلاط يعني مولينكس، او تقرضوهم وترميهم في الماء وتبقاو تعطيهم من هذاك الماء. صافي، راه هذاك الماء كافي انه يعني يخفض لهم درجه الحراره من 2 درجات حتى 5 درجات كما قلت. الطريقه الثانيه وهي كيديروها بزاف هنايا في هذه المدينه ديالنا، ما عرفتش واش كيديروها في مدن اخرى، ولكن هذه المدينه يعني دارينها الناس وصادقه، وهي اسبرو. يعني اسبرو ممكن انكم ديروه في حبه، ممكن ترميوها في واحد السيترو وتعطيهم يشربوا منه، يعني تعطشوهم مزيان باش اسبرو ما يبقاش في الماء. ممكن انك تعطشوهم شي شويه حتى العشيه ملي يبغوا يشربوا، يعني وتديروا لهم تكونوا محيدين لهم الماء تيعطشوا مزيان، وتشدوا ديك اسبرو عادي، الكينه ديال اللي كيشربوها على حسب الحراره، هي كتكون 500، كيقولوا اسبرو ديال 500 اللي كنشريوها من الحانوت. ممكن حتى يعني دروغري عادي، يعني مواد غذائيه ممكن كيبيع اسبرو. هذاك اسبرو كديروا لهم مع الماء نسيترو، يعني حبه في نسيترو، وكتعطشوهم مزيان حتى كيعطشوا باش يشربوا من هذاك الماء، وتا هو جد جد فعال. الطرق الاخرى وهي ممكن انكم في الوقيته ديال الذروه ديال الشمس، وهي انكم ديروا لهم واحد الحمام طبيعي، يعني واحد البانيو، وتغطسوهم في هذاك البانيو. شنو كيوقع؟ انهم كيسترجعوا الحيويه ديالهم من هذاك الحمام، يعني ما يكونش بارد بزاف، يكون الماء ملدن عادي من الروبيني، وتخشيوهم غير ما تقيسوهمش الودنين ديالهم الراس ديالهم، تخشيه تغطسوه في الماء، تقوم بواحد بحال الحمام، حنا نقولوا حمام، وتحطو من غادي يبدا هو يستقطر ويبدا ينفض هذاك الماء ديالو. صافي، غير شويه في الاول كيكون الشعر ديالو لاصق على اللحم، ومن بعد صافي كيولي مزيان. هذه طريقه من الطرق. الطريقه الثالثه ممكن انكم ديروا واحد الزليج وكتبيتوه في الماء حتى كيشرب مزيان، وكتحطوا لهم يعني في الكاج. الناس اللي عندهم الكاج ممكن انكم ديروا الكاج، يعني تحط لهم هذيك الجليجات وتخليهم يعني الجسد ديالهم يلامس هذوك الجليجات، ماشي الجهه الملسه وانما الجهه اللي كتكون حرشه، يعني كتكون ديال البورسولين، يعني كتكون من الطينيه، ديروها لهم. الناس اللي عندهم تربيه ارضيه كذلك نفس الشيء، يعني غادي تحطوا ديك الجليجات في البلاصه اللي كيكونوا فيها هما، وهما غادي يبقاو تكاو يعني غادي تبردوا، لان الجليج الا بات في الماء، يعني تبيتو في الماء كيشرب هذاك الماء وما كيحيدش منه، كيبقى ديما الارنب مستلقي على ديك الجليجه، وما كيحسش بالبرد، عفوا ما كيحسش بالحراره، كيبقى ديما مبرد. طريقه اخرى وهي ممكن انكم تستعملوا الماء عادي، ديروه في واحد الرشاشه، يعني ديك البرودويات اللي كيكونوا ديال اللي كيستعملوهم في الكوزينه ملي كتكمل لكم، او ديك الرشاش اللي كيستعملوا الحلاق، شريو وحده وتبقاو ترشوا عليهم مره، يعني حتى ديك الرشاش يعني في الوقيته ديال كنشوفوهم مزيرين، تبقاو تنفسوا عليهم بهذاك الرشاش. شنو كيوقع ان ديك هو كيبخ واحد الماء رقيق، وهذاك الماء رقيق هما كيستنشقوه، كيحسوا بالبروده، كيتبردوا.
الناس اللي عندهم يعني المكان مغلق، يعني دابا انايا عندي هنايا راه دايرهم غير في السطح، انتم كما كتشوفوا المكان مفتوح. الناس اللي عندهم مكان مغلق ممكن يديروا واحد الفرفاره، فرفاره عاديه، ولكن انها ماشي تضرب مباشره مع الارنب باش ما يتصابش بالزكام ولا يجيه ديك الرشح. حاولوا انكم ترفعوا هذيك الفرفاره الفوق ويكون واحد التيار هوائي، يعني واحد كورون دير، يعني تكون الفرفاره كتمص من جهه الباب وكترمي جهه الشرجم، يعني ما يكونش واحد حنا نقولوا تيارات هوائيه مباشره مع الارنب، لا، غير يكون واحد يعني الهواء كيتبدل في وسط الحجره اللي هما فيها. وكذلك يعني هذيك هذه المساله هذه كي 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 كتبدل الهواء ديال يعني الغاز ديال الامونيا. هذا الغاز الامونيا كيتكون منين؟ منين كيتجمع هذاك الفضلات كتجمع بزاف، والفزق ديالهم اعزكم الله كيولي عندهم واحد الرائحه، هذيك الرائحه راه كتخنقهم حتى هما، ممكن انهم يتاثروا مع الحراره مع هذيك الرائحه، ممكن انهم يتاذوا. اذا الفرفاره تكون ماشي كتبرد، وانما كتحيد هذاك الهواء اللي ممكن انهم يخنقهم من الرائحه ديال الفضلات، لان الرائحه ديال الفضلات في الجو البارد ما كتطلقش الريحه، ولكن في الجو الساخن بحال كتخمر وكتطلق واحد الريحه كريهه. اذا هادو هما الطرق يعني عموما انكم ديروهم. كاين عاوتاني قضيه اخرى في البلاد ديالنا دايرينها، وهي كاشه عاديه يعني تسردها بالماء وتحطها لهم فوق الكاج، يعني باش هذاك البروده ديال الماء اللي درتوه في الكاشه حتى هو يبرد عليهم شي شويه. حتى هذه طريقه من الطرق. لان الحلقه ديالنا هي هذه، كنشكركم على التعليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا، شاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم. تكيو على زر الجام، ما تنساوناش بدير الجام، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.